السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم معنا ماي لافلي تويز. اليوم مثل ما وعدتكم بالفيديو اللي صورت فيه ساندريلا في مفاجأة صغيرة معه، جبت لها غرفة نوم. انتم شايفين غرفة نوم تبع ساندريلا كتير كتير حلوة وفخمة. هلا خلونا نفتحها ونركبها مع بعض. انتم شايفين هيك القطع اللي طلعت بالقلب العلبة، طبعا بتجي مو مركبة، نحن لازم نركبها. هي اول كيس. جاي معك كتالوج بشرحنا طريقة التركيب والقطع المتوفرة اللي فيها. هلأ خلونا نبلش نركبها ونشوف كيف حتطلع. هي بعد ما خلصت تركيب الغرفة مثل ما شايفين كتير فيها تفاصيل حلوة ودقيقة. هون في السرير مزخرف كمان من الطرف باللون الذهبي، كتير كتير حلو. من الطرف الثاني كمان نفس الشي مزخرف. هون المراية كمان فينا نحركها، نسكرها هيك او نفتحها. المراية كمان بحد ذاتها بتدور، مو شايفين هيك، نقدر نفتحها على الأخير، نقدر نسكرها أو نفتحها المراية. التاج تبع التخت كتير حلو على شكل القلعة تبع ساندريلا. وهون كمان في الساعة، مو شايفين، حتى بنقدر نحرك العقارب على الساعة 12 محطوطة. كنا بنعرف قصة ساندريلا شلون الساعة 12 لازم ترجع لبيتها. المراية كمان كتير مزخرفة بشكل حلو. هون في صورة فستان، هون في عصفور صغير كمان. وقت ندير المراية بدور معها مثل ما شايفين بدور. من هون مزخرفة المراية كتير بشكل حلو، ومن تحت القاعدة تبع المراية لونها ذهبي. ومن هون المفصل تبعها، من هون بنقدر نسكرها او نفتحها مثل ما حبينا. هون في مخدة تبع ساندريلا بس طبعا ما بتنقام، هي من اصل التخت. التخت بحد ذاته كمان كتير حلو ومزخرف مثل ما شايفين عليه، كتير زخارف. من هذا الطرف هون في خزانة صغيرة كان نحط فيها اغراض ساندريلا.
هو جاي مع اللعبة هدول القطع، بعض الاكسسوارات. فيهم معنا قنينة عطر لونها ازرق عليها ورود، وفيها جليتر كمان نقدر نحطها هون. كمان جاي مع الغرفة حذاء لساندريلا لونه ابيض مثل اللولو، كتير حلو حذاء تبعها. نقدر كمان نحطه هون. كمان هي القطعة بتتحرك هون، نقدر نسكرها، هي على شكل حذاء. هي القطعة بتتسكر ما قلتلكم او بتنفتح، وهي على شكل حذاء. مثل ما بنعرف قصة ساندريلا الحذاء شلون بيوقع منها. مزخرف كمان الحذاء باللون الذهبي، كتير كتير حلو. كل الغرفة مزخرفة باللون الذهبي. وهون عاملين موديل للتخت مثل العربة تبع ساندريلا، مزخرف من هون باللون الذهبي، كتير كتير حلوة الزخارف. هلا صار وقت نجيب الأميرة تبعنا، خليها تجرب الغرفة تبعها. كتير كتير طلعت حلوة، كتير حبيت الغرفة بعد ما ركبتها. بتمنى كمان انتو تكون عجبتكم مثل ما انا عجبتني. حابة اورجيكم الفرق بين الكندرة اللي جاية مع الغرفة والكندرة اللي جاية مع ساندريلا. كندرة ساندريلا شفافة فيها جليتر، اما هي الكندرة لونها ابيض مثل اللولو صايرة. تنتين حلوين، بس طبعا لازم ساندريلا يكون عندها كندرة شفافة. يمكن هلا نشلح اياها بما انها بدها تنام، نحط اياها هون. ممكن كمان اذا عندنا فرشاية نحط اياها هون، نحط لها اغراضها كلها. فينا مثل ما قلتلكم نسكرها او نفتحها، حتى التاج تبعها ممكن كمان نحطه هون. التاج تبع التخت مثل ما قلتلكم هون، في مجسم من القلعة. مثل ما شايفين حتى هون في شبابيك مفتوحين. هون مثل ما قلتلكم المراية تبع ساندريلا بتقدر تشوف حالها فيها، هون بتقدر تلفها. وهي كانت لعبتنا لليوم، اتمنى تكون عجبتكم مثل ما انا كتير كتير عجبتني. خبروني شو اكتر شي عجبكم فيها، اذا حابين تشوفوا هيك العاب كمان خبروني بالتعليقات. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا له لايك وتشاركوه مع رفقاتكم، ولو اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوا تشتركوا معنا لتوصلكم الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم.